الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. يقول لك نعيمي ويطلع شفالي، طبعا كمفتشين متواجدين في الصفاء. على أبواب العيد حملات رقابية مكثفة والأضاحي متوفرة بأسعار مضبوطة. حجاج الكويت اكتمل وصولهم للمشاعر المقدسة. والسعودية تعلن وصول أكثر من 2 مليون حاج إلى مكة المكرمة. أردوغان متحدثا لواشنطن: صرنا هدفكم الاستراتيجي ولن نرضخ. وفي النشرة: بعد رفع الإيقاف الجائر، علم الكويت يرفرف في سماوات الرياضة الخارجية. وحسين المسلم محرضا: التدخل الحكومي الكويتي في الرياضة لا يشبه أي تدخل مماثل في دول أخرى. فيما تحل أجواء عيد الأضحى المبارك بكامل مظاهرها وتجهيزاتها، أكملت الجهات المعنية بالرقابة والتنظيم استعداداتها للمناسبة. فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجهيز 29 مصلا في المحافظات الست، وذلك لأداء صلاة العيد في الساحات والمدارس والمراكز الرياضية. وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد داود العسعوسي أن هذه الخطوة، والتي جاءت بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والتربية وهيئتي الشباب والرياضة، تأتي حرصا من الأوقاف على إحياء السنة النبوية وتأدية صلاة العيد في الساحات المكشوفة أسوة بالأعوام السابقة. كذلك أعلنت وزارة الداخلية اتخاذها الاستعدادات والإجراءات الأمنية كافة في جميع قطاعات وأجهزة الوزارة واكتمال التدابير الأمنية والوقائية والمرورية اللازمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري إن الإجراءات الأمنية في هذا الشأن تهدف إلى تأمين وتوفير التغطية الأمنية على جميع الطرق، مضيفا أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين جميع القطاعات الأمنية الميدانية المعنية وبين مديريات الأمن والإدارات ذات الاختصاص. بدورها أعلنت بلدية الكويت وضع خطة عمل شاملة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بالمحافظات ورفع حالة الرقابة لأعلى درجاتها استعدادا لعيد الأضحى وتجهيز ساحات المساجد لصلاة العيد. وقال مراقب العلاقات العامة بالإنابة فيصل العصيمي إن الخطة تأتي تزامنا مع حملة تواصل معنا التي تهدف إلى إزالة كل التعديات على أملاك الدولة والإعلانات بالشوارع والميادين. وأشار العصيمي إلى أن الخطة تشمل متابعة الباعة الجائلين والسيارات والمطاعم والمقاهي، إلى جانب متابعة شكاوى الجمهور الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما وزارة التجارة فقد شن مفتشوها في قطاع الرقابة التجارية حملة على محلات بيع الأضاحي في صفات الجليب للتأكد من ضبط الأسعار وعدم وجود حالات غش تجاري. وخلال الجولة قال رئيس مركز الصديق التابع للوزارة حامد الظفيري إن الأسعار مناسبة خاصة وأن السوق يشهد وفرة في المعروض، ودعا المستهلكين إلى التواصل مع مفتش الوزارة أو من خلال الخط الساخن للتبليغ عن أي حالة غش. الأسعار طبعا مناسبة بالنسبة اللي شفتوه قدامكم اليوم، أسعار الإشفالي
على 60 و 65 انزين، وطبعا الاسعار مختلفه انزين، تجي نعيمي يبدا عندك من 90 ل 120 فاسعار مختلفه على حسب طلب الزبون وعلى حسب العرض والطلب. في القش ممكن يكون في يقول لك نعيمي ويطلع شفالي، فمرات يكون المستهلك غير داري في الامر هذا. طبعا كمفتشين متواجدين في الصفاء، اي صفاء تلقى متواجدين يتلقون الشكاوي، واي شكوى عندك ممكن انك تدق على 135 وتبلغ عن الشكوى، وراح تستفسر وراح يرد عليك المفتش وياخذ شكواك. من جهة ثانية، أعلن رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي اكتمال وصول حجاج الكويت إلى المملكة العربية السعودية لبدء مناسك الحج غدا. وقال عمادي أن عدد حجاج الكويت هذا العام يبلغ 9000 حاج موزعين على 49 حملة حج. وأكد اكتمال جميع التجهيزات التي نفذتها البعثة في المشاعر المقدسة لاستقبالهم ابتداء من يوم التروية، وأضاف أن جميع فرق البعثة على أتم الجاهزية لتقديم جميع الخدمات للحجاج على مدار الساعة في المشاعر المقدسة وطوال فترة وجودهم في المملكة. إلى هنا، أعلنت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، مؤكدة أن الوضع الصحي لجميع الحجاج مطمئن. وأضافت الوزارة أن عدد الذين تم تقديم الخدمات الوقائية لهم عبر المنافذ الصحية حتى الآن بلغ 1,647,000 حاج. وأوضح البيان أن مستشفيات الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث أجرت 187 عملية قسطرة قلبية و10 عمليات قلب مفتوح حتى يوم أمس. من جهة ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي أن الوزارة تتحقق من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين بشأن حصولهم على تصريح، ويعاد من لا يملك تصريحا من حيث أتى منافذ تؤدي إلى مكة المكرمة. وأضاف التركي خلال مؤتمر صحفي من مشعر منى أن عدد الحجاج تجاوز 2,000,000، لافتا إلى أن كافة الجهات مستعدة لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة، وأنه اعتبارا من صباح غد سيقوم كل المشاركين بتنفيذ مهامهم لتسهيل حركة ضيوف الرحمن. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعادت القوات الإسرائيلية فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أن أخلت المصلين منه بالقوة، حيث أكد شهود عيان أن المئات أدوا صلاة الفجر داخل المسجد. وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى أمس، ثم اعتدت على المصلين أثناء أدائهم صلاة العشاء أمام أبوابه. وتأتي هذه التطورات فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 270 آخرين على يد جنود الاحتلال، إثر قمعهم لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة بالرصاص الحي والغاز. بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس الشرقية والمسجد الأقصى خط أحمر، ولا سلام ولا أمن دون ذلك. وجاء موقف الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع عاجل لمتابعة الأحداث في المسجد الأقصى بحضور مفتي الديار المقدسة، حيث شددت الرئاسة الفلسطينية على أنها ترفض الإجراءات الاحتلالية في القدس، وأكدت أن جميع الحفريات التي تهدد أساسات المسجد الأقصى مرفوضة تماما، ويجب وقفها كما أي إجراءات لتغيير الوضع الديني والتاريخي في القدس لن تؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع. أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ترشيح رجب طيب أردوغان لرئاسته مجددا، فيما قال الرئيس التركي أن الولايات المتحدة الأمريكية جعلت من بلاده هدفا استراتيجيا،
معتبرا مرة أخرى أن الاقتصاد التركي يتعرض إلى مؤامرة وأن بلاده لن ترضخ. وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة في ظل صعوبات اقتصادية غير مسبوقة بعد تراجع قيمة الليرة أمام الدولار وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية استمرار اعتقال القس الأمريكي. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجرد المسؤول في القسم الجنائي بوزارة العدل والذي يقود التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بروس أور من تصريحه الأمني. وكتب ترامب مغردا على حسابه في تويتر أن أور يواجه خطرا قانونيا ومن المدهش أنه لا يزال يعمل في وزارة العدل واتهمه بارتكاب جرائم كبرى فيما يتصل بعلاقته بملف استخباراتي يبحث في علاقات الرئيس التجارية مع روسيا. قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى أنه لا يمكن لروسيا فرض حلول سياسية بالقوة على الشعب السوري معتبرا أن موسكو لا تزال تحاول إنكار وجود مشكلة سياسية. وأكد المتحدث أن التصريحات الصادرة عن موسكو والمتناقضة تعكس تحركات باتجاه تنشيط العملية السياسية موضحا أنها ستكون أكثر فعالية في حال مشاركة السوريين فيها. أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان. وكتبت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن عنان توفي بسلام في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر ناهز 80 عاما بعد فترة قصيرة من إصابته بالمرض مختتما حياة دبلوماسية حافلة. ولد كوفي عنان في مدينة كوماسي في غانا والتحق بكلية كوماسي للعلوم والتكنولوجيا والتي دخلها في عام 1958 متخرجا من كلية الاقتصاد. وحصل عنان على منحة أتاحت له أن يكمل دراسته الجامعية في الاقتصاد في مينيسوتا بالولايات المتحدة وذلك عام 1961. ارتبطت حياته بالأمم المتحدة فقد انضم لها في عام 1962 عندما عمل مسؤولا إداريا وماليا مع منظمة الصحة العالمية في جنيف المدينة نفسها التي أكمل بها دراسته العليا في الاقتصاد. شغل عنان منصب الأمين العام السابع للأمم المتحدة ما بين عامي 1997 و2006 وتقلد قبل ذلك منصب وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام، كما تولى أيضا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ليقود الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للصراع. كما شغل عنان مناصب متنوعة في الأمم المتحدة لم تركز على مسائل التنظيم والإدارة والميزانية والمالية فحسب، وإنما شملت أيضا قضايا اللاجئين وحفظ السلام. أدى لاعب الكريكت السابق عمران خان اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الباكستاني 22. وتفوق مرشح حزب تحريك وإنصاف عمران خان على منافسه من حزب الرابطة الإسلامية شهباز شريف في جلسة البرلمان الباكستاني التي عقدت أمس لاختيار رئيس الوزراء الباكستاني، حيث حصل على 176 صوتا مقابل 96 صوتا لمنافسه. تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 69 دولارا و77 سنتا للبرميل بالمقارنة مع تداولات أمس الأول التي بلغت 69 دولارا و3 سنتات وفقا لمؤسسة البترول الكويتية.
وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت، لكنها أنهت الأسبوع على هبوط بفعل مخاوف من تزايد إمدادات الخام الأمريكي وتوقعات بأن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤثران سلبا على طلب النفط. خفضت وكالة ستاندرد أند بروز وموديز العالميتان تصنيفات تركيا السيادية مع إمكانية ترقيتها ببعض التحسينات الاقتصادية. وقالت وكالة أناضول التركية أن الوكالة خفضت التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية الطويلة الأجل في تركيا، فيما أعلنت وكالة موديز تخفيض التصنيف السيادي مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. تقارير الوكالتين ذكرت أن تصنيف تركيا يمكن أن يستقر إذا قدمت السلطات خطة اقتصادية متماسكة في المدى القريب. هذا وقد تراجعت الليرة التركية 7% مقابل الدولار في ظل قلق المستثمرين بشأن تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من أن تركيا يجب أن تتوقع المزيد من العقوبات الاقتصادية ما لم تسلم القس الأمريكي المحتجز لديها. بدورها قالت وزارة المالية التركية أن قنوات الائتمان ستظل مفتوحة وأنها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط على البنوك والقطاع العقاري، وأكدت أنها ستتخذ تدابير إضافية لتجنب أي عقبات قد تواجهها الشركات في الاقتراض. الوداد المغربي والأهلي المصري إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. افتتح الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو النسخة 18 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها العاصمة جاكرتا ومدينة بالينبانغ حتى 12 من سبتمبر المقبل، بمشاركة نحو 18,000 رياضي وإداري من 45 بلدا. وشهد الافتتاح المبهر للدورة أول مشاركة كويتية تحت العلم منذ العام 2015 عندما أوقفت الرياضة الكويتية، وذلك بحضور رئيس المجلس الأولمبي الشيخ أحمد الفهد، فيما كان لافتا غياب الشيخ طلال الفهد الذي يقضي إجازة خاصة في إسبانيا عن الافتتاح، وسط تساؤلات عن خلافات حول آلية عودة الرياضة الكويتية. ويشارك في الدورة رياضي الكويت تحت علم بلادهم ضمن منتخبات الرماية وألعاب القوى والسباحة والكاراتيه. هذا ورحب المجلس الأولمبي الآسيوي برفع الإيقاف المشروط من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عن الكويت والمفروض منذ 3 أعوام. وفي لهجة تبدو تحريضية قال المدير العام للمجلس الأولمبي حسين المسلم لوكالة فرانس بريس أن التدخل الحكومي بالشأن الرياضي الكويتي لا يشبه أي تدخل مماثل في دول أخرى، آملا في أن تمضي السلطات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن المجلس يأمل في أن يكون هذا الأمر قد انتهى. وأضاف نحن سعداء جدا للجنة الأولمبية الكويتية وللرياضيين، ونأمل في ألا يتكرر هذا الأمر في المستقبل، وأن تحترم الحكومة الكويتية خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية ليقود ذلك لانتخابات جديدة نظيفة شفافة وديمقراطية للهيئات الرياضية، قائمة على وضع كل منها بموافقة الهيئات الدولية المعنية. حجز الوداد المغربي حامل اللقب بطاقته إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم بفوزه على ضيفه ماميلودي صندا وينز الجنوب أفريقي بهدف نظيف أمس في الجولة 5 من دور المجموعات للمجموعة 3، فيما حسم الأهلي المصري القمة مع مضيفه الترجي بهدف دون مقابل ليصعد الفريقان إلى الدور ربع النهائي بعدما كان الفريق التونسي قد ضمن التأهل في وقت سابق. وابتعد الوداد في صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه،
وذلك قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة لهذا اليوم. قبل ختامنا نتوقف معكم مع حالة الطقس والزميلة سارة شقرة، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. مساء الخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. الأجواء الحارة مستمرة معانا بالنهار، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق 47 درجة مئوية، وبتستمر معانا الأجواء المعتدلة بالليل، وكذلك الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة بوجه عام مستمرة معانا على معظم المناطق. ننتقل الحين مشاهدين إلى الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 33 درجة مئوية شمالا، في مزارع العبديلي 29 درجة مئوية جنوبا، في مزارع الوفرة 32 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 31 درجة مئوية، وفي منطقة السالمي 28 درجة مئوية. بالنسبة إلى الجزر 31 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام راح تكون حارة نسبيا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر الليلة جدا مناسبة لممارسة أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترة الفساد. حين مشاهدينا ننتقل إلى الطقس المتوقع باكر، العظمى في مدينة الكويت 46 درجة مئوية شمالا وجنوبا، في مزارع العبديلي والوفرة 47 درجة مئوية، كذلك في مدينة الجهرة 47 درجة مئوية، في منطقة السالمي 44 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 45 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام راح تكون شديدة الحرارة، وراح تظهر بعض السحب العالية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة. حالة البحر باكر راح تكون مشابهة إلى حالة البحر الليلة، من 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية كذلك ضمن فترة الفساد. حين مشاهدينا راح أترككم مع حالة البحر مواقيت صلاة. أما بالنسبة مشاهدينا للطقس المتوقع خلال 4 أيام الجاية بإذن الله، في يوم الأحد أجواء راح تكون شديدة الحرارة وتظهر بعض السحب العالية، درجة الحرارة العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة. في يوم الاثنين أجواء راح تكون شديدة الحرارة وفرص للغبار على المناطق المكشوفة، العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، واستمرار في الرياح الشمالية الغربية اللي قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. أما مشاهدينا بالنسبة إلى يوم الثلاثة ويوم الأربعاء، أجواء راح تكون شديدة الحرارة ومثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة والصحراوية، درجات الحرارة العظمى 48 درجة مئوية والصغرى راح تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية، واستمرار في الرياح الشمالية الغربية خلال هالأربع أيام. مشاهدينا خلكم معنا لمعرفة تفاصيل حول درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية والعربية.